cazzo! أول من تعرف على الباركور ونشره في غزة هو الكابتن عبد الله نشاصي. طبعا بعد ما عبد الله سافر واستقر في إيطاليا صار وضع الفريق متضعضع شوية. الهدف يا عم انا بني ادم رياضي وعندي طموح وبدي اوصل اللي بدي اياه باي طريقه. المشكله مش هنا يا عبد الله، المشكله انك تكون غريب في نفس بلدك. وغريب فايش صرت ايش؟ غريب في كل مكان. وضع الحصار صعب، اسرائيل مسكره عليه. طب يعني اي بديل بدك تاخده غيره مش موجود. لانه محتاجه ضروري عشان ابوي. محتاجه ضروري صار. احتمال في 3 نوفمبر رايح السعوديه. لان عندي بطوله بتاعت الباركور هاي. خلينا نجرب حظي. شو ورانا؟ طب ايش بدي احكي لك؟ جتني دعوة وفيزا تطلعوا سايبنا؟